هادي أزمة وتدوز يا حبابي. السلام عليكم، معكم عابر العابد. شو غدي لي باز اليوم؟ جيت باش نعاودكم كي كيدوز النهار ديالي في لو كونفينمون. Alors, je passe mon confinement à casa et avec ma coloc. نهاري كيدوز في حال جميع المغاربه، ما بين الاكل والشرب والنوم وفراجه مره مره وقرايه مره مره وموسيقى وقنطه بزاف المرات. اللي ما كرهش يكون معايا ساسامون كونفيني ما فامي ما بيتيت فامي، حيت كل واحد فينا بجهه، لي بارون في طونجي، انا في كازا، مون فرير ايتون بلجيك، دونك مترشين الله يجمعنا. Et aussi mes amis, surtout mes amis, on partage des moments de musique ou quand les bons m'ont dit non, c'est pas. Olé! Tellement bzef que ma petite casse. تلاجم كتعاود الخير والاحسان، اصلا هاد الساعه نعيش من اجلها. الوغ لي تلاجة وباقي بلاكار، المهم بلا ما نصورو لي مارك. ها العار، هاد الاسئله ديال لي كيلو متبقاش تسولهم لي، سورتو انا بعدا نكون زيت بحق شحال الله اعلم، مبغيتش نعرف. ان شاء الله اول حاجه غنديرها من بعد لو كونفينمون هي جو رونتر شي موا شي ما فامي، نشوفهم ونطمن عليهم اون ديريكت. وان شاء الله كنتمنى اي واحد بعيد على سافامي يتلقاهم ويدوز هاتي دغيا وبخير وعلى خير. صراحه توحشت الخروج، توحشت نشوف السماء اون ديريكت ونقيس الارض. بصراحه متوحشتش نشوف الناس والزحام، ولكن توحشت انني نمارس الحريه ديالي سورتو. اي ما نحسش براسي محبوسه، وماكله الزنقه سانسيرمون ما توحشتها شي، باسكو توحشت لو فيت انني ما نوقفش في كوزينه، توحشت السكسو د ماما بلوتو. وسيدي النعاس كاين ولكن في اوقات غير طبيعيه، ففي الليل اذا كتقصدوا في الليل الناس ما كاينش في الليل. النصيحة الأولى والأخيرة اللي كنوجهها للشعب المغربي كامل هو يجلس في دارو، حيت شحال ما هاد الشعب ما يجلسش في الدار شحال ما غنزيدو نتحبسو في الديور. فسي فو بلي ابقاو في الدار حتى يتسالى هاد الكارثة ولا هاد المصيبة ولا جو سيبا، وإن شاء الله كلشي يرجع كيف ما كان. انا صراحة انا مكنعاودش النكت بزاف، مكنعرفش نعاود النكت بزاف، مي سمعنا هاد الايامات قالك بلي الراجل الوضعية ديالو صعيبة باسكو الخدمه مبقات قابله عليه، والمراه ديالو مبقات حامله في الدار، البوليس هو الاخر اللي مبقاش يحملو في الزنقه. دونك فوالا سمحوا لي، ولكن فريمون فريمون كنعرفش نعاود النكات. اهم حاجه كنتمنى ان هادشي يدوز ويسالي على خير وبخير.